عن أول فوز له هذا الموسم بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية طهران والانهزام أمام وفاق سطيف في الجولة الثانية. وما أثر على الجمهور الغائب الحاضر فوق مدرجات ملعب 20 أوت في انتظار التحاق آلا ميشيل بالعارضة الفنية للنادي العاصمي والكشف عن المدرب الجديد لأبناء الجنوب. في ظل هذه المعطيات انطلقت المباراة التي سيرها بامتياز الحكم عراب وطاقمه. والبداية جاءت للمحليين بتسديدة على المرمى من قبل سيد علي يحيى شريف لتتواصل محاولات شباب بلوزداد. ركنية ربيح كادت أن تأتي بالجديد، لكن من الجهة المقابلة لو أحسن رفقاء القائد مصطفى جليل استغلال مثل هذه الفرص. ربيح قائد الشباب كاد أيضا أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 37 لو أحسن التعامل مع هذه الفرصة التي رد عليها من جهة الشبيبة بابيدي لينتهي الشوط الأول من المباراة دون فائز ولا منهزم بنتيجة تعادل الأبيض 0 لمثله. في الشوط الثاني تألق مهدي بن علجية فمرر كرة جميلة للمهاجم زايد حمزة، لكن الحارس بوقاسم كان حاضرا حضور الحارس جميلي عندما قطع كرة ربيح المتجهة نحو رأسية يحيى شريف لتتوالى الفرص ويسدد مصطفى جليط نحو المرمى، لكن نعماني يخلف الحارس بوقاسم هذه المرة. وبينما كانت المباراة تلفد أنفاسها الأخيرة وفي الدقيقة 88 دخل أبود لينعش هجوم شباب بلوزداد، ودخل أيضا من جانب شبيبة الثورة اللاعب بن شريف الذي لم يبقى كثيرا داخل أرضية الميدان بعد أن استحق الطرد بالبطاقة الحمراء التي كانت صفراء في بدء الأمر، لكنها تغيرت بسبب ألفاظ لم يتقبلها الحكم. وفي هذه الأجواء وبينما كان يعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل، أودو يسجل هدف الفوز في الدقيقة 93 من عمر المباراة ويمنح أول فوز للشباب هذا الموسم في حين استحقت الشبيبة كل التناؤ.